مساء الورد والنوار. لا مساء تحس الورد حق الصبح، صباح الورد. لا حتى مساء الورد. يلا مساء الورد والنوار. يوم خطتنا يوم ثالث، خطتنا نصور سيارات المعدلة اللي داخل المعرض، ونوريكم بعض الشغلات اللي بصالة الإلكترونيات، في شغلات وايد حلوة. وبعدين نمر على المينن هونيجن. هونيجن إن شاء الله إن شاء الله نصيدهم اليوم. إيه على وقت الاستعراض، لأن عندهم ساعات معينة. عندهم ساعات تفجير معينة. إيه يهدمون السيارات هذيلا. يلا بلشنا. خوش بوث هذا. إيه بوث اتش كي اس. شوف السيارات اللي تحسهم متعدلين عدل. هذا الكرول الجي ار يا اخي، لمسات الكربون فايبر احبها انا، مو بس برا سياره، لا قصدي اني احبها بال شو يسمونها هذه منطقه الماكينه، الانجن بي. انجن بي احب لما يكون فيه كربون فايبر. انا ما يهمني شكل السياره بس من برا، احب حتى لما بطل كبوت شيء اللي ما يشوفونه الناس، لما انا بطلع اشوف داخل الكبوت شيء يروي ظمأ العين. ظمأ العين ايه حلوه هذه. ظمأ العين، شوف شوف ظمأ العين هنا، ترى بدات احب شكلها بالتعديل. وايد حلوه صراحه الكورولا الجي ار. انت تخيل ان تحسها لعبه، تخيل الناس تقول لك شلون حاط سياره بالمعرض، والله حاط كورولا، ياخذك ضحك، بعدين يطالع سياره يدري انها جي ار، يصدم منها جي ار، يصدم منها فور ويل. هذه اللي تروي ظمأ العين. اي والله شوف 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 يا اخي، اسطوره وقسما بالله اسطوره. خلاص يعني ما في مثلها. يعني تشوف هذه وتشوف زد الجديد ال 400، اوكي حلو حلو حلو، ما في ولا غلطه انا اشوفها كشكل و... حتى طبعا كاداء وهذا، بس تشوف القدم لا حبيبي، القديم مزاج لا 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 نكهه خاصه. تحس اليابانيين اللي سووهم كانوا ناس قديم باوره وتحكمه وسياقته، تحسها نيه. اليوم كلامك كله جديد ترى. ضبطك مفردات، انا ترى شيء يشبك عندي مرات المعجم. اي لا ملاحظ انا اليوم برعايه المفردات علي. في شيء هنا حلو؟ يعني هم بعد ياباني. هم زد وكورولا و هني عندكم اول شيء تايبار. هم حلو تعديلها. هني اربع اكزوزات. جي ار كل مره قاعد تزيد الاكزوزات. اي اي اكزوز اكزوزين ثلاثه صاروا اربعه. بنصير فان كورولا. بعدين طبعا نشيل هذيلا كلهم قطهم على جنب وتعال حق 8 سلندر. 8 سلندر عندك السي 8 سي 5. اوه الموسم الجديد. ايه والله شنو حلو. هني 5.0 وهني هذا دارك هورس. هني شنو هذا دارك هورس. اول مره اشوف دارك هورس. دارك هورس كم 500 حصان؟ تقريبا 500 يعني، بس المميز فيه انه قاره ترمك. ايه مو نفس مو نفس العادي. حلو والله. شوف الكبوت، شوف التكستر مال الكربون فايبر شلون صاير. لكن لما كل ما تقرب منه كل ما يصير احلى. شغل شغل نظيف. خلينا نمر عليهم قدام. اليوم المعرض احسه ازحم من كل مره، يعني مو قادر اصور سيارات يا اخي. من قدام حلوه. شنو احلى بالنسبه لك؟ شنو هي من قدام الحين واحنا واقفين؟ من قدام ولا الكورولا؟ من قدام تايبر. صدق احس الكورولا احلى. صدق والله ما عمري هجيت اني راح اقول الكلمه، بس بصراحه حلوه حلوه حلوه. احسها ليتاتها عنيفه اكثر يمكن، بعد لانه مخليهم اصفر وكذي. ما ادري حتى لو مو اصفر شيء، بس انا ما ادري من يوم الكشف عن التابار. ايه انا حبيت شكلهم جدا. والله حلوه حلوه، مو سيء من الخلف بالنسبه للكورولا. هم ثنتين حلوين، بس هذه احسها شوي عنيفه. راوند هذه سياره يعني فور ويل، ف تفوز يعني تفوز اذا بتعديلات، اذا وكاله بوكاله هذه يعني باورها حلو. باورها حلو بس دفع امامي. دفع امامي هنشوف بعد شو نحصل. من النوادر هني انك تشوف مانيت غماره. أيه. نادر نادر جدا، يعني في ناس يقولون حتى ياخذونهم من المكسيك. هذا الحين غمارة مسوي له كنبي ورا، فصاير كانه تاهو قديم الباب واحد، بس حلو تواير حوله كانه زي ار 2. هذاك مسوي نفس البليزر القديم، حط كراسي ورا. خل نروح من ورا نصورهم. صدق عندي السيلفرادو احلى. والله احلى.
تعديله حلو، مداقره مداقره معطتها شكل قوي، كان معطيك الثيم مال القديم هو. ايه؟ حتى التاير اللي ورا شوف حلو وايد حلو. هذاك في له غطا بعد شوف، ومسوي نفس لون السياره، حالاته سكره والله، بس السلفرات ورا صدق والله يعني ضابط الثيم. اي حيل حلو هذا حق الخي، بس اللي يحب الشيء اللي يكمل المصنع خي. ها تكفى يا عمي، شوف اللون ليش ليش يعني وايد الوان ما تخلص، ليش هاللونين مع بعض؟ زين لون شيل اللون من الحسبه. ايه حلو يطلع هذا سالين. ادري توقعاتي يطلع حلو والله ملا، والله كنا مرتب ترى مرتب، بس اللون وايد مخربه. شوف تخيل ان اللون واحد، لو شنو الازرق اللي تحت. ايه. او يصير كله ازرق بدل الاخضر، يصير وايد حلو والله. هذا 775 حصان، انا نفس يعني اللي صورناه قمرتين من قمرتين اي نفس الشلبي شلبي 775 شوف من الجنب لان ساعه على ما يدور. شاركونا رايكم يا الخي، يعني اصبر عليه بالكومنت. تبي تنغث وتعرف ان احنا فعلا لازم نحول هوايه ثانيه. انا اليوم وايد غثيتني ترى. هذه شركة بورلا. ايه. وسيارة كهرباء، يعني شنو بورلا وسيارة كهرباء؟ ايش دراني؟ يحطون ستيكر بس. ستيكر؟ لا. ها. زوز يا الحبيب. شلون زوز على سيارة كهرباء؟ الحين اوريك. You wanna hear it? Yeah, please. يلا. ضبط لك الموضوع. شوف شكل الزوز هو اللي على اليسار هنا على الطوفة. خل نمشي معنا حلو. تحب الجي تي او؟ وايد خصوصا 2006 يا اخي، يك 6 لتر غير عادي يا اخي، موتور حلو بصراحه، بدا ينقرض شوي ماشي 1300 ميل صدق؟ والله على شو اسمه كام وهوايات وسوبر هذا البروك. حلو حلو والله موتر حلو، عدادات الحمراء لك 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 والله موتر. السيارة هذه والله جميلة. واللون قوي، اللون عاد اللون صدق الشيء الوحيد اللي ما عجبني فيه وايد. صدق والله الان عجبني، بس السيارة معروفة حلوة حلوة على نظافتها والله. تدري هذه عليها اكزوز شنو تصرخ؟ اوف اللي ما يعرفه والله خليه يدش يوتيوب ويكتب جي تي او 2006 وخليه يشوفها. شوفوا ال 6.0 في تنزل منها كان 5.7 وفي منها 6.0. 2004 كنا بس ال 5.7، 5 و 6 6.0. ابو علوه شنو ميزه الموستنج؟ انه يهج، انه يهج وانه صوته حلو. خصوصا هالقصه انا احبها. هالقصه صارت كهرباء. دمرها دمرها. يا ربع المستقبل القريب راح يكون المعارض كلها كذي موتورات كهرباء. اذا صارت المعارض كلها كهرباء انا ما راح اي ولا راح افكر اني ازور ولا اشارك ولا اسوي ولا شيء. راح نسوي معارض طيارات يمكن نحول شيء خلاص خلاص. لا مستحيل يعني موستنج هالقصه هذه قصه 2004 2003. لا والحين هبت السماعات على بنك زوز يعني تخيل هذا دقه سلف ما تسمع صوت الماجنفلو ولا البورلا، تسمع صوت سماعات يعني ميكروفون. والله قاعد يدمرون هال 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 هالهوايه هذه. شفت هات شوف هيئوا هيئوا نفسكم يا الربع، هيئوا نفسكم على المستقبل هذا. وعلى هذا اي موديل؟ هذه اتوقع 70 مكتوب 70 70 ها 2024. شوف داخليتهم هذه نفس اللينس التشالنجر ها الهبه الجديده مالتهم هنا. ياخذون موتور جديد، سياره جديده قديمه عشان تصير سواقتها سواقه سياره جديده ثبات وكل شيء، والشكل شكل سارة قديمة والله. ذكاء وفطنة ودهاء. خلنا نشوف هذه مرة واحدة دام احنا موجودين هنا. شوف موديلها اما 2024 2024 ايه. نفس الشيء داخلية الكامارو الجديد، وهي من برا قديمة. تحب الشكل القديم؟ اخذ شكل قديم بس اخذ اعتمادية الجديد. لا مشاكل وين وين ها؟ اي والله وين وين. اعطونا رايكم بهالحركات هذه. وعلوة تحب
شيء من هالسيارتين سكاي لاين ولا سوبرا؟ انا مو راعي ياباني بس انا احبهم ثنتينهم نفس الحاله. انا ملاحظ ولما تقول لي اي وحده تفضل فيهم صراحه ما راح اقدر اقول. انا ملاحظ محبين حتى الامريكي الاوروبي لازم يحبون هذه السيارتين بعد. هذيل لان اسطوره بال 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 بعالم السيارات اليابانيه بصراحه. وليومك ماني عارف افضل شنو على شنو. خلينا نشوف المتابعين تعرفون تفضلون شنو على شنو ولا ما تعرفون. يعني انا عن نفسي افضل ال 34، هذه مو 34 بس انا افضل السكاي لاين 34. ما اقدر اقول انا. نبي نشوف، انا احب السوبرا يعني بس افضل ال 34. نبي نشوف رايكم انتم شنو تفضلون، السوبرا ولا السكاي لاين؟ شوف شوف بعلوة. الله شوف الام 2 تكفى اقول له غير عادي اساسا مو شايفه يعني غير عادي جذاب. نسيت انا كانت غير عادي ولا شنو؟ بس الرنقات دباحة والله مع اللون هذا ما شنو اللون بيبي بلو ما شنو اكيد له اسم انا سميته بيبي بلو كيف يلا بيبي بلو رايكم بالبيبي بلو بس حلو والله 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 قويه حلو مع التعديل حلو داخل رول كيج وحركات مخلي ال LED قدام مغير لونه يا اخي والله حلو انا ما شلون يقولون الام 2 الجديد مو حلو شوفوا برات ستوك بالوان معينه يكون مو حلو فما لهم لا حرام والله انا اوريهم من الداخل حلو شوف حلو لونك شنات تكفى شوفه قرادي قرادي شوفه 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 علوة تعجبك ال WRX الجديده والله تعجبني حلوه كستوك ولا ك لا لا اذا معدلها تعديلهم حلو هني وايد حلو على اساس انه ما طلع وايد وايد حلو ايه تعديلهم حلو هني سياره تطلع حلوه مرتبه وايد يحبون يعدلون السوبارو بس شوي من ورا تحبط تعديله من ورا مو وايد انا ما احب الليتات اللي تكون شكلها زينه يعني احس لو الليتاتها وكاله احلى بس بشكل عام السياره حلوه الام 3 الجديد ايش رايك فيه؟ والله التعديل كل شيء يطلع حلو والله هي حتى ستوك انا الام 3 الموديل هذا انا كان عندي يعني الوجه ماله ما ادري شلون صاير بالعكس انا لا السياره بالنسبه لي ولا غلطه الام 3 الجديده بس بالتعديل هم حلوه شوف رنقاتها تكفى ولما تيك في داخليات معينه الوانها الوانها حلوه يعني بدعوا مو بس تان واحمر لا حطوا الوان حطوا ازرق كنا واخضر ما ادري اصفر الوان حلوه والله جميله جدا جدا من وراء وايد حلوه وايد حلوه السياره تعديل فاخر للحين ما حد متقبل التسلات المعدله نرد هنا على موضوع التايب ار وايد تايب ار بالمعرض وايد سبارو وايد كورولا صور اللي قبل شوي ما ادري ان في واحده هني حلوه والله وايد حلوه راح اخليهم يحبون الزباره والكرلة بعد الفيديوهات ها والله تصدقوا هم ثنتين يم بعض ايه لا اخاف اقول لك تزعل اكيد الكرلة ما ليش عجبتني هي وايد عجبتني كرلة صرت فان كرلة ها صرت فان تويوتا بوي تويوتا شنو سووا اللي خلونا نقول الكرلة حلوه يعني كرلة العاده يعني تخيل مو سياره سبورت يا حق سايق يا حق دوام يا حق ايه؟ الحين تسولف انك تبيها حق مندوب ان 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 بخاطرك فيها الحين ايه الحين تشوفها قاعد تفضلها على السياره الثانيه الجي ار شلون كذي؟ والله ما ادري هذا اللي يسمونه يعني نجاح ها؟ ابو علوة تحب السيارات البوكس؟ اذا كذي اي بس بشكل عام لا ما افضله وايد يعني يفضلونه بامريكا يفضلونه باوروبا يعني. امريكا قبل البوكس الامريكي القديم بس باوروبا يحبون السيارات إيه البوكس ناجح البوكس عندهم بس بدت تدخل عندنا احس ثقافه البوكس من كثر ما الناس تسافر اوروبا بدت يعني تتعود عيونهم على السيارات البوكس انتم اعطونا رايكم شاركونا رايكم تحبون السيارات البوكس خصوصا يعني لما تكون اوروبيه تكون ام نفس هذه او تكون اودي ار اس 3 4 6 شاركونا رايكم بموضوع البوكس هذا المعرض يخليك تطلع منه يا تبي تشتري سوبرا يا زد يا سوبارو او تايبار او كورولا جي ار والله كورولا جي ار عجبتني هذا كثر ما هذه السيارات موجوده ومعدله
ريال تطلع من المعرض مقتنع فيهم ريال. شوف لما يحط لك سيارة كذي بهالتعديل ويكون غيرها عادي حق درفت يا أخي، تخيل دش درفت سيارة كذي يعني. متى نزل حلقة الجير عادي؟ مرتبة عقب ما رد نزل حلقة علقتني حتى أنا وايد مو بس هم عقب ما رد. هذا حتى لو درفتك خايس راح يكون عندك جمهور أحسن من المتسابق اللي درفته قوي حد. أمصح طبعا. ثاني سنة نشوف البي آر زي موجود بكثرة هني في معرض سيما، تعديلات قوية. شو رأيك فيها بالوة؟ الحين هذا بي آر زي ولا جي آر؟ أنا أسميهم كلهم بي آر زي لأن هو الأساس بي آر زي. صح. هذا التيوتر بس يعني. يا ماكينة وغير بي آر زي. أوريكم إياها من الخلف. هني كلهم عليهم وايد بودي. والله تعديل قوي. هذه تدش فيها حلبة درفت تحرقها. حلوة والله. حلوة حق معارض يعني، أو حلوة حق درفت يعني. الشو هذا حلو حق حلبات حق درفت حق الأمور. بعلوة. تذكر الخنفسانة؟ خنفسانة؟ هذه خنفسانة تايدة. هذه تصعد كل مكان. هذه شفت اللي تيجي حق جبل زاوية 90 كذي وطقة شيء بالتوائر الأمامية وتصعده هذه. والله قوية قوية. طبعا قدام ورا تلف جيراتها قدام عشان تحكم بالتواير تلف يمين ويسار. قوية والله حيل قوية. روك باقي ها؟ عطونا بالكومنتس اراكم يعني شنو الشغلات اللي قاعد تعجبكم بالفيديو. صدق انا اول مره اشوف هذيل المعاونات كينج سود اسود بذهبي، ما ادري هم صابغينها ولا والله يمكن هم صابغها عشان ثيم السياره. عطونا رايكم عشان نعرف شنو الشغلات اللي تحبونها. شوف 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 تعال شنو البطه. اوه البطه سالفه البطه ما ادري متواجده هني بعد كل مكان يحطونها. ايه تعرف الاي تايب؟ لا والله ما اعرف الاي تايب. لا والله ما انا شايفها اوكي بس ما اعرفها. لو تقول لي اي تايب ما ادري. اي تايب اذكرني بجيمز بوند اتوقع او شيء كذي صح؟ انا هذا كان طلعت فيلم من افلامه. والله ما ادري بس الاي تايب هي انجح سياره بتاريخ شركه جاكوار. ما سووا بعدها يعني سياره ناجحه. ولما سووا الاف تايب كانوا يعني يطمحون حق نفس نجاح هذه السياره. بسبب النجاح يعني قيادتها محركها الانلاين مع القر عادي يقول لك متعه قياده فيها خياليه. هذا يا شال المحرك اللي الناس تعشقه، طق لك موتور كهرباء بطاريات. حلو حلو حلو. فتلقى دمرها. والله دمر اسلافها كلها. شوف شكلها شلون جميل، سياره خياليه يعني. توني بقول ان هذه حالاتها تسوقها شيء برياض فرنسا او شيء يعني. حط بطاريه ريف بدون صوت تسمع صوت طيور. والله فيها ميزه بصراحه. شنو؟ لما تسمع صوت الطيور تسمع صوت الطيور ما تلوث البيئه. اعطونا رايكم حرام ولا مو حرام. قعدنا ندور السيارة دوارة مو ذاكر وين مكانها بس في شيء خرب عليها اليوم. هي الوحيدة اللي مشاركة. أمس ما كانوا مشغلين الليتات اللي تحت فحلوة السيارة. الحين شغلوا الليتات خربوا الشكل كله. بس بغض النظر عن الليتات شلون شكلها بعلوة؟ لأن سكس قوية قوية. حلوة والله. حلوة صبغتها حلوة كل شيء حلو فيها. اللهم بس الليتات اللي حاطينها. تحب البورش بالوة؟ ايه. ايش رايك فيه لما يكون كذي؟ والله يا اخي شوفه غريب. شوفه قر عادي ولا؟ يعني لبن داكار. لا اوتوماتيك. اوتوماتيك ها؟ والله حلو. تعطونا رايكم. داكار حلو. حلو والله. حلو وايد حلو. خلصنا وهونيجن خلصوا قبلنا. ما قدرنا نصور لكم اياهم للاسف كانوا قاعد يهدمون والله. خلصنا المعرض بس ما خلصنا المحتوى. لا في محتوى جاي؟ في محتوى جاي. في محتوى جاي خليكم معانا في محتوى غير المعرض ان شاء الله. شوفكم الفيديوهات في الموستنج ان شاء الله. في موستنج ان شاء الله. حاطينها ودافعين وكل شيء بس ان شاء الله انا ما احب اقول لكم شيء وما يصير. فان شاء الله في الموستنج 5.0 بنجرب لكم اياه. في شيء بعدين؟ في رود تريب خفيف وكذي وحركات في بعد نروح اماكن ثانيه في بعد راح نوريكم كل شيء. خليكم موجودين ويانا.